عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بالرنشري مقعيس وحنوي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك إسقو عضيانيا بسواك رطب عضي قينك عضيانيا. قال: وطرف السواك على لسانه. وحيري وطرف السواك عضي قد دع الكيس على لسانه عرب كيس صارنا وحلقا قادنا يا عرب كلفتي سئن العضي أيه تتك قاركود مركع عضيان أيان وحي السميان الكه الدشو دون إسلاء أمر مريان عضيه عضي إسلاء وكب اللارية الكو صدح جيسود بيليه جيس بنان كسوحكته جيس تمركع إسقب صنع إسو إسكوب بيغن جيس تحقه سحكته صدح جيسود بوائن العضيه ومر حقه سل العضيه مر حقه وحلقو علالية العضيه مر حق بنانك السوحي كتل عضيا وحك الله عضيا يا عربك لفتي سنة ولا عضيا عضيا ولا مرينيا مركا وحوية يعني عضيا سفي عن الله عضيا دو أيافي عن عربك نوحو كم بدي وحل عضيا وهو يقول وحو عضيانا يي وهو يقول والحال هو يسوي يقول ورنيا ورنيا يعني قفكم مركو حيوكو عضيانا يو واحد مودة سيدي وحصوهم قاع يو كلاد مودة سيد الشيء صاهم قاعيو كلد مودا أعدا وحلو استعمالهم قاحدا والسواك في فيه وحرنيي والحال السواك عضيقو في فيه أفكيس وكوكو ذا سغيهي وأفكيس وكوكو ذا شرو كأنه يتهوع وحد مودا إنه إسكمة تشين يد مودا هاع وام تغيوي تهوعنا وإسكمة تشييويا مركا كأنه يتهوع مركا وحوية وحكاية صوت المتقي كيس كما تشيني عدكي سو كلوي أصل كنا وحوها هعبوها لكن هادي باللو بدلي همزة فأبدلت همزة سيدا قاموس كبا مركا أتلماما يا كتب تكال اللغة دبا وحلقا قادنا يا مركا لعضينا يا إن عضي قلقو حيال ليرادا أيا لقا قادنا حديث كورين وصوم مرينا فرتأ النبي تاجي صلى الله عليه وسلم وحيت المميسة توحيدك يشير التوحيد توحيدك تلمميسة